رجعنا مع حضراتكم ومعايا ضيف من العيار التقيل فعلا، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا. راجل بيبص لمنظور مختلف تماما عن النقاد، عنده احصائيات كتيره جدا جدا، عنده رؤيه واسعه مش رؤيه ضيقه، بيحاول يوسع رؤيته بشكل كبير في جميع الملفات، وعشان كده هفتح معاه ملفات كتيره قوي. عندنا ملفات كتيره قوي هنفتحها مع ضيفنا النهارده طبعا الاستاذ طارق الادور. برحب بحضرتك في البيت الكبير يا استاذ طارق. اهلا بيك يا كابتن هاني، منورنا. انت اللي منور الدنيا، وانا سعيد اكون معاك في البيت الكبير قوي ده. فعلا البيت الاهلي دايما مفتوح للجميع، وحضرتك زي ما بقول يعني انا بشوف ان حضرتك بتحلل بمنظور مختلف، بتحلل برؤيه مختلفه، وعشان كده ان شاء الله هنفتح مع بعض ملفات كتير، وهنتكلم في امور كتيره جدا ظهرت على الساحه الايام اللي فاتت، ويمكن كمان قبل كورونا. هنتكلم على كل حاجة إن شاء الله، بس أحب حضرتك في الأول باختصار شديد، أنت شايف عودة الدوري إزاي؟ يعني كان في قبل عودة الدوري كان في تناقض كبير جدا جدا، لغط كبير جدا، أنت رؤيتك كانت عاملة إزاي في عودة الدوري؟ شوف، أنا كانت رؤيتي من اليوم الأول للتفكير في عودة المسابقات حتى قبل ما تعود المسابقات الأوروبية، قبل حتى ألمانيا ما تبدأ. أنا كتبت أكتر من مقال وكتبت فيهم، أنت إيه دايما عشان تتناول أي موضوع صح، عندك إيه الإيجابيات اللي تمشي مع إن النشاط يرجع والكرة ترجع، 1 2 3 4 5 6 طلعوا 10 حاجات، وإيه المضار في وجود كورونا من عودة النشاط، طلعوا حاجتين، اللي هما الحاجتين الاول، يعني دايما جبت السالب قبل الموت. السالب الاول، العدوى في ظل وجود طبعًا كورونا، فانت خايف من العدوى. ونمره 2 ان انت بتقول ان فتره التوقف الطويله دي عايزه فتره اعداد، ففتره الاعداد قصيره، ولو ان النقطه الاولانيه بالنسبه للعدوى عملتها مثال وجبت جميع الظروف اللي ممكن المواطن المصري يعيش فيها. حلو. هيكون في مصنع، في شغل، في شركه، في السوق، في سوبر ماركت، في الميكروباص، في الشارع، لقيت ان أأمن مكان يتواجد فيه الرياضي ولاعب كرة القدم بالذات هو ملعب كرة القدم.